نتحدث الساعة بحول الله عن منزلة من منازل الإيمان، وهذه المنزلة هي منزلة الأوان. منزلة الأوان من المنازل الإيمانية الرفيعة، ذكرت في القرآن بمفهومها ولها لفظ يشير إليها، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني من الأوان، والأوان هو لحظة الفعل ولحظة الإنجاز وموعد معلوم يقع فيه ما كان يرتجى، يقع فيه ما كان يرتجى، فيسمى حينئذ أوانا، أي وقتا معلوما وموعدا محددا. ولذلك قال الله عز وجل: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يان، ألم يحن الوقت بعد، موعد محدد يذكره الإنسان في نفسه ولكنه يؤجله ويرجئه، كما يقع لنا في عزمنا على التوبة. الشيطان اللعين يذهب بالإنسان مذاهب ترجئ أو يرجئ التوبة بسببها، يقول: اليوم أتوب، غدا أتوب، اليوم أذكر الله عز وجل، غدا أستقيم على الصلاة، غدا أترك هذه الفعلة السيئة، غدا غدا وسوف وس، وهكذا. ولذلك فإن الله عز وجل نبه المؤمنين إلى خطورة هذا الإرجاء النفسي الشيطاني، فقال سبحانه: ألم يان للذين آمنوا، فهو يخاطب الذين آمنوا المسلمين المؤمنين، لا حديث ها هنا عن الكفار في هذه المنزلة، الحديث هنا عن المؤمنين عن الصالحين. وكان الخطاب أول ما كان في هذه الآية موجها للصحابة رضوان الله عليهم، ثم للأمة المسلمة بعد إلى يوم القيامة: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. واش مازال ما جاش الوقت ليك أيها المؤمن أيها المؤمنون باش ترجعوا لله عز وجل. كلنا ولا يستثنى منا أحد نرى آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق، كل يوم كنشوفوا البراهين دي الله عز وجل تقع وتتنزل بعد تنزلها في القرآن الكريم، تتنزل في الواقع لحظة بعد لحظة، زمانا بعد زمان، وفي كل مكان، بدءا بأنفسنا وانتهاء بالآفاق، آفاق البلدان وآفاق السماوات والفضاءات، كل ذلك نرى بأعيننا ونشهد، نشهد آيات الله، البراهين دي الله عز وجل كتوقع كل مرة. الناس المسلمين ديال هذه الأمة الإسلامية يشوفوا هذاك الشيء بعينهم ويسمعوه بودنهم، ومع ذلك بقي الإنسان يقول اليوم غدا بلتي، وهو يرى أن أمارات الساعة تترى وقائعها بين يديه. كثير من الأمور التي حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من العلامات التي تقع بين يدي الساعة. اليوم تزدحم، ماشي غير كتوقع مزحمة، وحدة مع وحدة وحدة مرا وحدة. وكان أولى بالمؤمن أن يعتبر ذلك نظرا، نظر انذارات من الله عز وجل للناس أجمعين وللمسلمين خاصة. ولذلك المؤمن الكيس الفطن، وإنما المؤمن الكيس الفطن، المؤمن اللي عنده العقل فطن، كيس فيه الكياسة، يحط الحاجة في المكان ديالها ويتصرف بالأسلوب الحكيم. المؤمن اللي بحال هذا لا يرجئ توبته ولا يرجئ صلاحه ولا لدقيقة، ما يقول شي دابا نصوب حالتي وبلتي ويتسنى دقيقة دقيقة، ما يقدرش يتسناها، فيبادر ويسارع هاربا إلى الله عز وجل، هاربا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاربا من الناس من شرورهم ومصائبهم، أن تنزل به أو أن تنزل بداره أو قريبا منها.
هروب، ولكنه ليس هروب الجبان، لأن الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاعا. الجبان يفر إلى الأشياء، الجبان اللي خواف حقيقة كيمشي للحاجة المادية، يمشي لشي حاجة كيمستهبدو، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما بلو غير جبل حجر، هذا جبن. أما المؤمن فإنه يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدي. فالمؤمن الحق الذي يفر إلى الله لا يكون إلا شجاعا. والجبن أن تفر إلى الأشياء، إلى المواد، إلى الأوثان الحجرية والبشرية، هذا جبن، هذا مرض. ومن هنا استدعى الله المؤمنين ودعاهم منبها وموقظا إياهم من غفلتهم، ألم يان للذين آمنوا، واش مازال ما جاش الوقت ديالكم أيها المؤمنون، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، باش القلب ديالك يخشع لذكر الله. وما نزل من الحق، والحق الذي نزل نزل في صور شتى، نزل بالقرآن وفي القرآن. الحق اللي نزل واللي تكلم عليه الله عز وجل منه ما هو قرآن، وما نزل من الحق، ومنه ما هو أيام من أيام الله، أيام الله، الحوادث الرهيبة التي تقع بالناس في الدنيا وتكون براهين على وجود الله وعلى قيوميته للكون، أنهم قابل الكون دياله ومصيره كما أراد سبحانه وتعالى، فهو حي قيوم. وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يهود والنصارى، هذوك جاهم التوراة وهذوك جاتهم الأناجيل أو الإنجيل، ولكن لم يتذكروا ولم يتذكروا، نسوا كل ذلك، نسوا ما ذكروا به، نسوا كتاب الله وكلمات الله، فطال عليهم الأمد، زمان طوال عليهم مدة ما سمعوا الموعظة وما سمعوا الذكرى بسبب انقطاعهم عن سماع كلام الله وتلاوة كتابه. والطول ديال الزمان بعيد عن الله عز وجل كيصيب القلب بالقسوة، فقست قلوبهم، تقسو القلوب بسبب البعد عن الله، ويحصل بعد ذلك نتيجته وهو الفسق والخروج عن منهج الله، وكثير منهم فاسقون. فالله سبحانه وتعالى كينبه الأمة المسلمة حتى لا تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى قبله، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، باش ما نقعوش في داكشي اللي وقعوا، فيصيبنا من عذابه، نعوذ بالله من عذابه في الدنيا وفي الآخرة، باش يبقى المؤمن مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بالحق، وكل ما يوقع في الكون من أشياء يراها بعينه يقرأ فيها أمر الله. غلط كبير كيوقع للأمة حينما تضل عن منهج الله وتفسر كل ما يوقع في الدنيا من أمور الطبيعة وأمور الكوارث وأمور الناس، ظلمهم بعضهم لبعض، وإنزال الله العقاب بالناس بالبرد أو بالمطر أو بالأعاصير أو بالزلازل، نعوذ بالله من كل ذلك، يشوفوا في هذا الشيء يبقوا يفسروه تفسيرات مادية طبيعية أو اجتماعية بشرية أو سياسية. أما المؤمن فلا يرى في ذلك إلا حكمة بالغة، لا يرى في ذلك إلا أن الله يتصرف في ملكه بالعدل كما يشاء وبما يشاء سبحانه وتعالى، وكل يتحمل في ذلك ما تحمل من الوزر أو من الأجر. فما كان ينبغي للمؤمن أن يرى في الدنيا إلا تصرفا ربانيا وحكمة بالغة، وما نزل من الحق. إذن هذا الأمر لا يقع إلا بالذكرى، حينما يتذكر القلب ويتذكر، يتذكر بالله عز وجل، وهذا مفتاح، مفتاح حصول اللحظة الموعد الأوان اللي بدينا به الكلام، المياني. ها هي الآية نقرأها صباح مساء، المياني للذين آمنوا كل مرة، ولا يأتي ذلك الأوان، المياني المياني المياني، وحنا هما حنا
باقي نشد موضعنا، ننقص ولا نزيد في صلاحنا وتقوانا وإيماننا. ما الذي يحدث إذن لهذه الأمة وكتاب الله يتلى بين أيديها؟ ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنها لا تطرق باب الأوان حقا، هذاك الأوان الذي تحدث عنه الله عز وجل المياني، ما دقيناش الباب دياله الحقيقي. لو فتحناه لوجدنا الله عز وجل يمد المؤمن بنور الهداية والصلاح والتقوى والثبات، ويرى الأشياء عجيبة كأنما يراها وهي تقع بإذن الله، تماما كما يراها المؤمن حينما تفارق النفس بدنه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ذو حدة ودقة في النظر، لأن الإنسان حينما يمضي عنه ثوب البدن ملي كيقلع حويج الصحة ديال البدن، النفس حلا لابسة واحد الجلباب هو البدن ديالها، ملي كتقلعو يعني أنها فارقت البدن، وذلك هو الموت. ما دامت داخل البدن فهي ملبسة بلباس المادة، لا ترى الحقائق كما هي، وحينما تنضو بدنها كتقلع حوايجها اللي هما اللحم والدم والجسم، تتحرر حينئذ من حجوب الدنيا وغشاوة المادة، فترى حقائق الغيب التي قدر لها أن تراها كما هي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمن قبل أن يموت قد يرى الحقائق القرآنية واضحة ناصعة، يشاهدها بعين البصيرة بعيون القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، القلوب التي في الصدور، قلوب أفئدة النفس، حينما تبصر وتشاهد ترى الحقائق القرآنية نازلة كل يوم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إذا خشع القلب رأى وشهد ما شهد مما نزل من الحق، يراه واقعا في كل لحظة ويشهده، يحضره بوجدانه وبقلبه، فلا يستطيع حينئذ أن يرى في حركات الكون كله إلا الأمر الرباني يتصرف هنا ويتصرف هناك، يسير هذه ويبني هذه ويهدم هذه وهكذا. ولكن حينما تعمل أبصار والعياذ بالله وتعمل بصائر، فإن الإنسان يرجع الأشياء إلى الأشياء فيكون عابدا لها حينئذ، كيف سر الأشياء اللي كتقع بأشياء أخرى، ويجعل للأشياء أسبابا، ويحصر غايتها في أسبابها، زعما كيقول بدأت بهذا السبب وهو الفاعل الحقيقي، بينما الأسباب كل الأسباب مسخرة، وإنما الفاعل الحقيقي هو الحق سبحانه وتعالى. إذن طريق تحصيل هذا المعنى الأوان وفتح بابه إنما يكون بأمر واحد، وقد نص عليه القرآن الكريم، الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر الله لما نذكر الله أحيانا كثيرا ولا يحصل لنا هذا الخشوع؟ نقرأ القرآن والقرآن ذكر الله، نسبح ونهلل ونكبر وذلك ذكر الله، نصلي الصلوات الخمسة وقد نزيد وذلك ذكر الله، ولكن مع الأسف قلما يحصل هذا الخشوع. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لأن المشكلة أن الذكر يقع باللسان فقط ولا يقع بالقلب، وإنما الذكر ذكر القلب، معنى ديال الذكر لم نحققه بعد. ما معنى الذكر؟ الذكر في العربية ضد النسيان، هذا الأصل في الاستعمال العربي ديال الذكر، ذكر كالناسي، فاللسان إنما هو علامة على الذكر وليس هو إياه، الذكر اللسان هو علامة على الذكر ولكن ماشي هو الذكر إطلاقا. والدليل على ذلك أنك قد تقول كلاما بلسانك ولا تعيه، شحال مرة تقول الكلام بلسانك وما تصدق خبر راسك، فين عقلك؟
إذن أنت لست ذاكرا غافل وخلص أنا راه تكلم. فاللسان إذن ليس هو الذاكر في الحقيقة، إنما هو علامة يدل على ذكر القلب ومظنة غير قطعية، هو مظنة غير قطعية، يعني ماشي 100% إذا ذكرت باللسان راه القلب ذاكر، ماشي بالضرورة، قد يذكر اللسان ويغفل القلب إن لم تحقق معنى الذكر. وتحقيقه إنما هو بنص القرآن أن يقع العرفان بالله. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. فينبغي إذن أن تذكر الله، يعني أن تتفكر ليس في ذات الله ولكن في أمر الله سبحانه وتعالى، يكون عندك إحساس وشعور بأنك مخلوق لخالق، وبأن فوقك رب أحياك وخلقك ورزقك، وهو الآن وفي كل وقت مهيمن على الكون كله، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان، مسير الدنيا كلها سبحانه وتعالى كما أراد وكما شاء وبما شاء، فهو حي قيوم. لما الإنسان بدأ يتصور الحقيقة الربانية بالقلب دياله فقد بدأ في الذكر، ثم عاد كيف بدأ يذكر، سواء كان مصليا أو مسبحا ومهللا ومكبرا أو مرتلا قارئا أو ما شئت من أنواع الذكر، جميع الأحوال. لا يكون الذاكر ذاكرا إلا إذا شعر بالمعنى الوجداني، ماشي بالضرورة المعنى العلمي، زعما يفهم تفسير ويفهم، لا ماشي بالضرورة، يفهم المعنى الوجداني، يعني يحس بأنه الآن يذكر الله، وأن رأس معنى ذكر الله أن يشعر بمخلوقيته للخالق سبحانه، يبدأ يحس بالله راه مخلوق خلقه رب عظيم، وأنه عبد لمالك عظيم وسلطان كبير سبحانه وتعالى. تحس بهذا الإحساس أنت إذن بدأت الذكرى. ومن عجيب التعابير القرآنية التي تعرف بالله وتساعد المؤمن على ذكر الله، الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من عجيب ذلك ومما يجب على المؤمن أن يعيه ويحفظه ويضبطه تعريف الله بالله. الله سبحانه وتعالى عرف بذاته في كتابه الكريم، وإنما وقع تعريف الله بالله أجود ما وقع في آية الكرسي من سورة البقرة، شيء عجيب جدا يحفظها صغارنا وأبناؤنا وأطفالنا، وهي آية كونية عظيمة ما قدرناها حق قدرها، والله لو قدرناها حق قدرها لما غفل عنها امرء قط، ما يقدرش الإنسان يتركها، وإذا قرأها امتلأ قلبه إلى درجة الفيضان بحب الله وبالرغبة الشديدة والشوق العظيم إلى الله. وأحب قبل أن أذكر أصول معانيها أن أشير إلى ما جاء قبلها بقليل، وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جت مورها مباشرة الله لا إله إلا هو، عجيب. شوف هذه الآية الأولى اللي قبل من آية الكرسي، فإنها فاتحة لآية الكرسي وتعطينا هذا المعنى العجيب ديال ذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بجملة استئنافية ندائية بدأ بها كلام جديد وينادي من علو من الفوق يعيط على المؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ما عيط شيء على الكفار ولا المنافقين، لا، يا أيها الذين آمنوا، إن هذا الكلام ما يوصل القلوب إلا إذا كانت مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال عز وجل من قبل أن ياتي يوم، قبل ما يجي واحد النهار، وجاء هذا اليوم في التعبير نكيرة، يوم يعني نهار، ما عندها هذه النكيرة في هذا السياق، يعني بالدارجة كما نقولوا نهار ما عندوش خوه، هو بالضبط هذا المعنى المقصود، يوم نكيرة. والتنكير قد يأتي للتعظيم والتفخيم،
أئن لنا لأجرا، أي أجرا عظيما نكرا دل على الضخامة والعظمة، من قبل أن ياتي يوم ما عندوش خوف، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما يمكن تربح فيه بالبيع والشراء وتدير الحسنات، ما تلقى خليل يعاونك ويعطيك من دياله. الخلة هي الصحبة الكبيرة اللي كتوصل درجة أنه هذاك الصاحب ديالك كتخلط معاه كل شيء، كين صاحبك وكين خليلك، الصاحب هو اللي كيصاحبك في الحياة ديالك، تعاونوا ويعاونك ومتفاهمين انت وياه، وما يقول فيك غير الخير وما تقول فيه غير الخير. إلى هذا الصاحب توطدت بك العلاقة أو توطدت العلاقة ديالك بينك وبينه، يعني ديك العلاقة تداخلت وكبرت كبرت حتى ولا أولادك هما أولاده وفلوسك هما فلوسه، يقدر يشري لك ويبيع لك وانت غايب، وكالة كاملة عندك عليه وهو عنده عليك، ما كتبقاش هذه صحبة. فات الصحبة هذه كتولي خلة، خلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. قال لهم يا ودي لكل بغي نتصاحب مع شي واحد لواحد درجة ديال ما نتفرقوش، راه ما كاين عندي عز من أبو بكر الصديق، ولكن أنا فضيت من بنادم ما عنديش معاه الخلة، عندي معاه الصحبة، أما الخلة اللي عندي وحدة بيني وبين الله عز وجل. فإذا كانت لك خلة في الدنيا فاعلم أنها في ذلك اليوم الذي لا مثيل له لن تنفعك، ما تنفعك شيء الصناعة ديال التجارة ديالك والمكاسب المالية اللي تكسب بها المال، وما ينفعكش نهائيا الصاحب اللي وصلت انت وياه لدرجات ديال فوق الخوت، ولا شفاعة ما كاين اللي توصلك الواسطة ما تاكلش. فإذا كانت للنبي شفاعة وهي كائنة إن شاء الله فإنها لا تحصل إلا بإذن الله، تكي يعطي ربي تعالى الإذن عاد كتحصل الشفاعة. قال عز وجل، هذه العبارة اللي بغيت نقف عليها وعجيبة: والكافرون هم الظالمون. أجب هادي الهادي، الله دابا عز وجل كيتكلم مع المؤمنين كيقول لهم نوضوا تزكيوا ونفقوا وتصدقوا، راه مازال يجي النهار اللي ما عندوش خوه ما تلقى لا حبيب لا خو لا بيع لا شراء، ما تلقى اللي ينفعك شوية قال، والكفار هما اللي ظلموا. هذه اللفظة الجملة الكافرون هم الظالمون الإسمية الثابتة المستقرة، إن الجملة الإسمية كتدل على الثبات والاستمرار والاستقرار، تربط بين ما سبق وبين آية الكرسي. يعني الكافر ظالم، الكافر ظالم لأنه ما عرفش الله عز وجل، لم يعرف الله، لم يعرف لله قدره. فاحذروا يا أيها الذين آمنوا، لعدب قال لهم أنفقوا مما رزقناكم، أردوا البال مشي يصيبكم ذاك الشيء اللي صاب الذين كفروا. ماذا أصابهم؟ أصابهم أنهم جاهلوا بالله، ومن عرف الله عرف له قدره وحذر من أمره. رد البال، ردوا البال، ردوا الأمر ديال الله عز وجل البال. وإنما أمره الحق العظيم هو هذاك يوم، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ناسب أن يعرفنا بذاته باش اللي عرف الله حقيقة وبقي مازال كيقول بلاتي بلاتي بلاتي، دابا نتصدق دابا نزكي دابا نصلي دابا نستقم، فسيكون حينئذ من الظالمين، وسيشابه أخلاق الكفار الذين جهلوا بالله. والله يقول ألم يأن للذين آمنوا، فجاء تعريف الرب بالرب عز وجل في أعظم آية جاءت في هذا السياق في القرآن الكريم على الإطلاق، ما أنزل مثلها في الكتب السابقة ولا اللاحقة، آية الكرسي عجيبة فيها تعريف بالله، وتنفع الإنسان باش يحقق منزلة الأوان، لما يقرأها ويتدبرها ما يقدرش يزيد لحظة واحدة فيسابق إلى التعلق بالصراط المستقيم، إلى التعلق بالتوبة، يشد عليها ويعض عليها بالنواجذ. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو، كأنه سبحانه وتعالى يجيب عن سؤال لما قال والكافرون هم الظالمون. علاش؟ كيف هما ظالمين؟
ظالمين، لأنه الله لا إله إلا هو، يعني ما عرفوش الصفات الربانية، ولم يقدروا الله ولم يقدروا لله قدره. وجاء هذا الوصف العجيب الغريب للرب سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، غير يقرأ الإنسان ويتأمل غادي يعرف علاش الكفار ظالمين، وعلاش المؤمن إلا غفل على هذه الحقيقة يكون من الظلمة، وإن لم يكن من الكافرين يكون من الظلمة، نعوذ بالله أن نكون منهم أو أن نقرب إليهم أو منهم. الله لا إله إلا هو جملة تنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وتنفي أن يكون للكون أربان أو خالقان أو مالكان، بل هو رب واحد ومعبود واحد. كيف ذلك؟ قال الحي القيوم. عجيب، من أعظم المفاهيم القرآنية الحياة، يعني الحياة من الأشياء العجيبة اللي تكلم عليها الله عز وجل في القرآن الكريم. حتى واحد في الدنيا ما يقدر يشرح لنا شكون هي الحياة، علماء الأمم السابقة واللاحقة، ولا أحد يستطيع يشرح لنا الحياة شكون هي، بل أغلب الناس يقصر عقله عن إدراك حتى لوازمها. حي سبحانه وتعالى، فهو حي بذاته، هو سبحانه وتعالى حي، وبما أنه حي فهو معنى أو هو مصدر للحياة، حي كي يعطي الحياة لغيره، حي محيين سبحانه وتعالى. والمحيي مميت، لأن الذي يحيي يمكن أن لا يحيي، فإن أحيا فهو حي محي، وإن لم يحي إن امتنع عن فعل الإحياء فهو مميت حينئذ. الحياة طبقات، حياة درجات، حياة الإنسان درجة، حياة الحيوان درجة، حياة النبات درجة، الشجر الأزهار الأعشاب النوار درجات من الحياة، ثم أيضا حياة الجماد درجة. الجماد ماشي ميت، ميت عند النصارى واليهود، هما كيقراو قرايه ماديه كيعتبروا الجماد ميت، الله عز وجل لا يعتبر الجماد ميتا، الجماد حي. اقصى انواع الجماد حجر، ما كاينش شي حاجه قاسيه قد الحجر، وهو حي به حياه، لكن ماشي بحال ديالنا، حياه الله اعلم بطبقتها. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق لا يسبح إلا حي. يا جبال أوبي معه الطير، لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجيب عجيب إذن أن الحياة سر الكون، حياة سر ديال الكون الذي لا يدركه أحد. نعطيكم واحد مثال عجيب من كتاب الله، حوار إبراهيم مع نمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. على عكس ما يتصور كثير من الناس، منهج الاستدلال والحجاج لدى إبراهيم انطلق من الأعلى إلى الأدنى. يعني المعنى ديال هذا الكلام، إبراهيم عليه السلام لما بغى يجادل هذاك الملك ديال ذاك الزمان اللي كان كافر بالله وكان كيدعي الألوهية لنفسه كما ادعاها فرعون في وقت لاحق، جاب له واحد الحجة غليظة مجهدة، قال له ربي الذي يحيي ويميت، وتصور إبراهيم عليه السلام أنه غادي يهلك بها، ما بقيش يقدر يزيد معاه في النقاش، وهو زاد معاه قال له أنا أحيي وأميت. قال المفسرون سلط على شي واحد داير في الزنقه ما داير والو قطع له راسه، قال له هو هذا بحي انا قتلته، وشد واحد حاكم عليه بالاعدام قال له سير الله يهني، قال له هذا كان في حكم ميت انا طلقته. ماذا وقع؟ اللي وقع هو ان هذا الشخص الكافر ما فهمش الكلام ديال سيدنا ابراهيم، ما فهموش، ولذلك ابراهيم اش دار؟ انزل معه الارض، ماشي طلع، انزل، عكس تماما مما قد يظن. جاب له دليل بسيط، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، جاب له دليل على قد عقله باش يفهم، من اللي فهم تغلب، هذا الذي حصل، من اللي ما فهمش زاد معه في الهضره. وشكون اللي كيغلبك؟ كيغلبك غير الجاهل. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه
قال ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. إلا مشي نتناقش مع شي واحد عالم، الشافعي كيغلبه لأنه عنده العلم، العلم كيتلقى مع العلم والحجة القوية كتغلب. قالوا إلا اتصلت عليا شي واحد جاهل وبديت نتناقش معه كيغلبني. علاش؟ لأنه الجاهل ما كيفهمش، تتكلم بلغة هو يتكلم بلغة، تقول له هكا يقول لك هكا، وانت ما سيق لك خبر، هو كاع ما فهمكش توحل معه. هذا الذي يحصل في زماننا وفي زمانه، هذا الذي حصل لإبراهيم، جمع واحد جاهل ما تفهموش. ربي الذي يحيي ويميت، كيف يحيي ويميت؟ عجيب. الحياة قلت في البداية لا يستطيع أحد أن يعرفها، وإنما نعرفها بلوازمها ماشي بجوهرها. يعني إلا نديروا الواحد المثال بالإنسان، كان حي ومات، فسروه لنا حي وفسروه لنا ميت، اش غنديروا؟ نقولوا ودي من اللي كان حي كان كيتكلم، ربما كان كياكل كيطلع النفس كيهبط النفس كيتحرك، ولكن ماشي هذه هي الحياة، هذه آثار ديال الحياة وماشي هي الحياة. الحياة معنى وقع بذلك الإنسان له ارتباط بالروح، كانت فيه الروح حي، مشات الروح ما بقاتش الحياة، ولما نوصل الروح تسد علينا الباب، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في هذا الباب تسد عليه الباب، ما عطاش ربي الجواب، لأن العقل البشري مهما كان لا يستطيع تحقيق هذه الحقيقة في ذهنه. إذن اللي فيها الحياة من النبات أو الإنسان تبغي تشرحها ما غاديش تعرف، تمشي لواحد النبتة نبتة شجرة ولا ربيعة وبغيت تقول هذه حية ماشي ميتة، أقصى ما تقول تقول ودي كتكبر نورت تمرت، هذا الشيء اللي تقول. فهذه ماشي الحياة، هذه آثار الحياة، ولكن كيفاش هي حية فيها الحياة؟ هذا معنى مجهول ومستحيل علمه الإحاطة به، مستحيل ما يمكنش. شرح ميت تهي ما يمكنش، واحد ميت أتقول لي ما كيتحركش ما كيتكلمش ما كيتنفس، هذه آثار الموت وليست هي الموت. إذن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، فين مشالوا عقلوا الآخر؟ مشالوا عقلوا الآثار الحياة وآثار الموت. قبط واحد قتلوا طيحوا ها هو ما بقاش كيتحرك هو مات، لا طلع له الروح انت وزرع فيه الروح انت، فإذن هذا إحياء وإماتة لا يستطيع، ماشي غير ما يقدش ما فهمش أصلا، ما فهمش هذا المعنى. من اللي إبراهيم عليه السلام شافوا ما فهمش، مشالوا الأمور ديال الحساب ديال الدراري الصغار، الدراري الصغار مني كان بغيت يعلموا الحساب كتجيب له حجيرات ولا كويرات ديال الميكا، ها واحد ها اثنين، واحدة زرقاء واحدة حمراء واحدة كحلاء واحدة صفراء باش ما يتخلطولوش. هكا كدار له إبراهيم، مشالوا الكواكب، إن الله ياتي بالشمس من المشرق راها كتخرج من هنا وكتهبط من هنا، ردهم انت قلبهم عاد ديك الساعة فهم، من اللي فهم تلف، فبهيت الذي كفر، فنزل بالحجاج من الأعلى إلى الأدنى باش يفهم له. ولذلك الله عز وجل لما بغى يحاور نبي الله إبراهيم وقبله العزير في السياق نفسه ما قال له شيء على الحجر والكواكب، قال له على مفهوم الحياة الموت، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد، بدأ يوريه الحياة كيف يديرها. وإبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وحلو الأنبياء وحلو في هذا الشيء، وعرفهم الله تعالى بآثار الحياة وبآثار الموت، كان حوار عالي ولكن مع ذلك ما أعطاهم إلا الآثار باش يوصلهم المعجزة وأنه صعيب عليهم. ولذلك قال العزير أعلم أن الله على كل شيء قدير، قزد الهضرة، والآخر قال له الله تعالى وأعلم أن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، لما تبينت له حقيقة الحياة أنها من أغرب الأشياء، خطلب المعرفة ديالها وراه وجهدك شي صعيب، وأن الموت من أغرب الحقائق الكونية العجيبة. ولذلك قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي، والكافرون هم الظالمون، دازت قبل منها، ظلموا بجهلهم بالله ما عرفوا الحي القيوم. الله أكبر. فالحياة إذن معنى قائم بالله عز وجل حقيقة وأصالة، وقائم بالأحياء بعد ذلك تبعا، يعني الحي الحقيقي إنما هو الله عز وجل.
لأنه حي بذاته سبحانه وتعالى، لم يكتسب الحياة من جهة أخرى، بل هو حي بذاته، هو أصل الحياة، وكل الأحياء بعده، الناس، الحيوانات، الحشرات، النبات، كل شيء مما هو حي من أي طبقة من طبقة الحياة كانت، إلا وهو مستعير لمعنى الحياة، يعني غير مسلف الحياة، لأنها أو لأنه يكتسبها بإعطاء الله عز وجل معناها له، ويمنعها حينما يحبسها الله عز وجل عنه. ما كاينش واحد اللي أعطى الرسول الحياة أو يستطيع أن يعطيها لغيره. من زعم أنه يستطيع أن يعطي الحياة لشيء من الأشياء فليفعل شيئا واحدا، حينما يمنعها الله منه ليدفع ذلك المنع. يعني اللي قال أنا أعطي الحياة لشي واحد يرد البال غير راسه، نهار الحياة اللي فيه تجي غادي يفعلها يشدها يقول لها لا ما تمشيش ما نموتش. فمن استطاع أن يفعل هذا فليهب الحياة حينئذ لمن يشاء، ولا يستطيع ذلك أحد. ولذلك كان الحي حقيقة إنما هو الله عز وجل، هو الحي سبحانه وتعالى، وهو القيوم سبحانه، والقيومية تدبير الكون وتسييره، دقائقه وجلائله. ما كاين شي حاجة تكون صغيرة كما بغت تكون إلا وهي تتحرك في الكون بإذن الله وبعلمه وبأمره وبتدبيره. لا ينام سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعسة خفيفة ولا نعسة طويلة سبحانه، بل هو حي دائما أبدا. فهو سبحانه إذن في إدارة الكون أبدا، أزلا، من الأزل إلى الأبد، وهو لا يخضع لمكان ولا لزمان، هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كلما توغل في المعرفة بالله إلا وازداد خوفا من الله عز وجل، وازداد بعد ذلك وقبل ذلك محبة لله وفي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدرك حينئذ قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله ليس ذكر أشكال ولا ذكر أشباح ولا ذكر ألفاظ، إنما هو ذكر حقائق، ذكر صفات، ذكر أسماء، ذكر معاني من معاني هذه الصفات العليا العظيمة التي تجعلك تشعر حقيقة بالعبودية الحقة المطلقة لله عز وجل، كما شعر بها الأنبياء إبراهيم والعزير والأنبياء بعد ذلك إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا اللي بغى يعرف الحقيقة الربانية ويتدرج عبر مدارجها عليه أن يطرق بابها، وهو البحث عن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي عرف الله بها نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وآيات القرآن في ذلك كثير، وقد بينت مثالا بل أرفع الأمثلة في ذلك وأعلاها أوائل آية الكرسي للأوائل، وأرجو أن نتتبع ذلك إلى نهايته فنكون إن شاء الله من الذاكرين ومن العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.